شيء سعيدة بوجودي وياكم اليوم وأتشرف بوجودي اليوم بمدرستنا على الأمل، وهذا تواجدي الثاني أو الثالث إذا ما حضرتها كلها. كل سنة ننبهر أكثر بمبادرات الشيخ محمد بن راشد والطريقة اللي توج بها صانع الأمل. ما شاء الله اليوم إحنا بقاعة كلش ضخمة بحيث كل الحضور يجون يتعلمون ويستلهمون من صناع الأمل ويحسون بهذه الطاقة اللي قاعدين ينشروها في سبيل التغيير بالدنيا. أنا من الناس اللي يعني كلش متحمسة اليوم اللي راح نشوفه، وأكيد راح نطلع كلنا بطاقة إيجابية بحيث طموحنا يزداد. مو غلط الواحد ييأس أو يحس باليأس لفترة معينة، بس بالأخير لازم يكتشف وين الأمل ويتعلق به ويوقف على رجليه. بالأخير إحنا نعيش عمر واحد، مو معنى هالشيء إنه حياتنا سهلة، بالعكس أحيانا الواحد كل ما حياته تزداد صعوبة كل ما يصير بس يلقي الأمل يتمسك به أكثر ويحقق أكثر.